تمام، سابقه ماس بالانس وذاوت كيميكال رياكشن. نشوف شنو الملاحظات الجديده اللي ممكن نذكرها لحضراتكم بالمحاضره مال اليوم. اذا نبدي باول اكزامبل، هذا اكزامبل يتعلق بالديستيليشن، تقطير. يقول اتيبيكال ديستيليشن Atypical distillation columns shown in figure below together with the norm formation for EC3. هسه هنا نلاحظ هنا عندنا فيد يدخل مطين الكمية مال فيد 100 كيلو غرام بير اور، والفيد يتكون مادتين ايثانول ومي، مطين المول فراكشن كومبوزيشن مال هذا الستيل مطين اياه. طبعا الفيد بهذا البرج او الكولوم العمود مال التقطير راح ينقسم، قلنا قسمين، قسم توب سمي ديستريت وسمي بوتوم. بالديستريت مطينا البي هو 1 كيلو مول بير اور، ناحية ايثانول ومي مطينا النسب الوزنية، والبوتوم او الويست دبليو كمية مجهولة كيلو جرام بير اور بس، وكذلك النسب مجهولة. يقول اتيبيكال ديستليشن كولومز شون في جابيو توجذر وذ نانو فورميشن فور ريسيتي كالكوليت كوانتيتي اوف بوتوم دبليو اند دي كومبوزيشن of the bottom. We need the quantity of composition of the bottom. Given that the molecular weight of the ethanol, نطينا النوكلير مال ايثانول موي 46.18. هسه احنا لو نحلل المساله قبل كل شيء، صار عرفت ان المساله هي عباره عن ديستيشن كلام، تيار داخل واحد اللي هو الفيد، وتيارين خارجه البي والدبليو. زين، اتفحص المجاهيل من اجي. اول شيء قبل ما اتفحص لازم أكيد هل يحق لي أخذ بيسز أم لا؟ طبعاً ديفينيتلي ما يحق لي، لأنه مطي كمية أنا ومطي كمية أنا، فما يحق لي أخذ بيسز. إذا أحلل المسألة، أنتقل للخطوة الثانية تحليل المسألة. لو نشوف عدد المجاهيل الموجودة عندي هنا بهذا الستيم، لا يوجد أي مجهول، يعني الكمية والكمبوزيشن مذكورات. نيجي بالبرودكت كذلك لا يوجد أي مجهول، ونجي على الدبليو مجهول، وقلنا واحد من الكومبوزيشن مجهول، هذا يعتبر مجهول واحد، يعني الاخر تحصيل حاصل، يعني اعرف واحد من مين. فاذا عدد المجاهيل الموجوده بالمساله كلها ايش قد؟ 2، اللي هي كميه الدبليو والكومبوزيشن مال الايثانول مجهول. اذا عدد المجاهيل 2، من اجي افكر بمعادلات الماس بالانس. المنظومه كلها تحتوي على مادتين هي الايثانول والمي، فاذا معنى عدد المعادلات اللي اقدر اسويها بالبالانس هي ايش قد؟ 2. اذا معادلات البالانس 2 والمجاهيل 2، اذا ديجري اوف فريدم 0، يعني عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات. اذا تنحل المساله، ما بيها يعني كل تعقيد المساله، ما يراد لها انه نتحايل عليها او تتحايل علينا او كذا، هي مجهولين معادلتين اقدر اسوي وخلاص نحل. بس وين الجديد بالموضوع؟ الجديد لو لاحظ هنا نجي على التجانس، ما موجود. شنو التجانس؟ شوف بالفيد مذكور عندي كميه وكمبوزيشن، بس الكميه والكمبوزيشن في خلاف. شوف الكميه مذكوره بالكيلوغرام، بينما الكمبوزيشن مذكوره هنا بالمول. ما يعني ما اقدر اني اضرب 0.28 في 100، لان هذا يحكي كيلوغرام، هذا يحكي مول. نجي على الستريم، هذا بالعكس، الكمية تحكي مول والكمبوزيشن يحكي ويت. ونيجي على الويست، طبعا ويت بكيلوغرام ما عندنا مشكلة هنا. هسا قبل اذا ما ابدي، ما يصير اني ابدي وماكو تجانس، يعني لان هنا راح استفاد ما اقدر اضرب، وهنا ما استفاد ما اقدر اضرب، اذا ما اقدر احل المسألة الا اسوي التجانس، اللي هو يا اما كلها اشتغلها بالويت يا اما كلها بالمولات. احنا قلنا تتذكرون في ملاحظه سابقه نسوي اوفر اول، ننتبه لهاي الملاحظه خليها بالكم دائما. بما انه انا عندي السيستم مالي without chemical reaction، يعني هذا كله فيزياوي، فمن اسوي اوفر اول اسوي بالوزن او اسوي بالمولات، إذا سيم يعني نفس الشيء ما عندي مشكلة.
بينما بالكيميكال ريأكشن اللي احتوت على كيميكال من اسوي الاوفر اول شدني بالوزن وليس بالكيلومو. هاي ملاحظة خلوها ركز عندكم. المهم نرجع لموضوعنا، اذا لازم اجي يعني لو احول كلها مول نجي ايهما اسهل؟ هل اسهل انه خلينا نشوف اسهل احول الويت الى هنا اشوف مثلا عندي كيلوغرام هنا عندي مول فراكشن هنا عندي ويت فراكشن وعندي كيلو مول وهنا كله بالويت. اذا الغالب على المساله هو الويت، فخلاص اني اتخلص من المول واحولها الى ويت. فنتخلص من المولات نحولها الى وزن كيلوغرام. بس نجي شنو الطريقه يعني مثلا انا اشوف المشكله عندي هنا هو الكبير مذكوره بالوزن بس المشكله مول فراكشن كومبوزيشن. تذكرون الشيء خذنا في وحده من المحاضرات كيف نحول من مول فراكشن الى ويت فراكشن، قانون اعطيناكم اياه يناكم طبقوا هذا القانون. بما أن ما عندي مركبات هوائية أفضل ما أستخدم طريقة الجدول، أستخدم طريقة القانون المعادلة يعني. يعني عندي بس أطلع واحد منهم الأخ واحد ناقص يعني سويزي. إذا نسول أحول، إذا أول شيء لازم أحول المول فراكشن إلى ويت فراكشن، هذا أحوله إلى ويت فراكشن حتى يتجانس ويعمل ويعمل. نجي هنا تجانس شو راح يتم؟ الكمبوزيشن بالويت فراكشن ما عندي مشكله، ويت بيرسنت بس عندي الكميه هي بالكيلو مول. ايش احتاج؟ احتاج افرج مولكيولر ويت، حتى افرج مولكيولر ويت ويا المولات اضربها يطلع كيلوغرام. زين شلون نحصل افرج مولكيولر ويت؟ تتذكرون هم تعلمناها في المحاضره السابقه، تعلمنا من الكمبوزيشن من الويت فراكشن اقدر اطلع الافرج مولكيولر ويت مال السيستم. فاذا اطلع الافرج مولكيولر ويت وعندي عدد المولات اضرب المولات في الافرج مولكيولر ويت هذا يتحول الى وزن. خلاص اذا كلهم تحولن الى وزن، وابلش بالمساله العاديه يعني ماس بالانس اسوي اوفر اول وحده منين وحده منين لو على المي لو على الايثانول. اذا الشيء الجديد بهذا الموضوع ما لقينا تجانس بالستريمات، أنا لازم أعمل هذا التجانس. وإحنا أخذنا يعني أما أحول الكمية إلى من مول إلى كيلوغرام وأحتاج إلى أفرج مولكيولر أو أحول النسب المولية إلى وزنية وتعلمناها في محاضرات سابقة. أنا ثبتت هاي الملاحظة، طبعاً ما لنا حق ناخذ بيسز، راح آخذ الكمية المطينية هو تعتبر البيسز مالتي. فالملاحظة يجي في بداية توحيد المقادير المعطاة، إما جمع من مولات ونسب المولية أو تكون المقادير بالأوزان ونسب الوزن، اتفقنا أن تكون كلها بالنسب الوزنية. سنختار تكون حسابات على أساس الأوزان ونسب الوزنية، يعني أغلب المعلومات مذكورة. من نجي على ستريم F لازم نحول المول فراكشن نحوله إلى ويت فراكشن. فالويت فراكشن مال الإيثانول يساوي المول فراكشن مال الإيثانول في المولكيولر ويت على سميشن المول فراكشن في المؤتمر مال المركب يعني. فاذا هذا المول فراكشن مولكيولر ويت 46 مال ايثانول على مال ايثانول زائد مال مي، الجواب يطلع 0.36 الويت فراكشن مال مال الايثانول. طبعا مال المي ماكو داعي اطبق المعادله لان هي واحد ناقص هذا، فيصير واحد ناقص 0.64. فخلاص اذا ستريم اف تحولت من مول الى ويت خلصنا. روح للستريم بي، ايش نحتاج؟ طلع الافرج مولكيولر ويت. اخذنا معادله تحسب لنا الافرج مولكيولر ويت. المعادله ايش تقول؟ اذا انت منطيك الويت فراكشن تقدر تقول واحد على سميشن ويت فراكشن على مولكيولر ويت. فالويت فراكشن ستريم بي مال الايثانول 0.85 قسمناه على 46 ومال ماي 0.15 قسمناه على 18 وطلع من نتيجه الافرج مولكيولر ويت هو 37. زين انا عندي البي مطني اياه بالمولات، فمجرد اضرب واحد مول كان مطني اياه اضرب الواحد مول في الافرج مولكيولر ويت يطلع 37 كيلوغرام. اذا هسه هيئت المساله مالتي كلها ان تصير شنو؟ بالاوزان والنسب الكمبوزيشن كلها بالويت فراكشن. خلاص المساله انتهت عندي. المجهول الوحيد الموجود مجهوليا هي الدبليو والاكس.
المجهولين الموجودة هي الـ W والـ X مجهولين ومعادلتين موازنة ينحلن. فالمعادلتين الموازنة راح اختار أول معادلة الـ Overall، اختاريته Overall Material Balance اللي هو أكيد راح أقول الـ F يساوي من الـ P زائد W، وهي so easy على المعادلة تنحل، يعني حل انحلت الـ W يطلع 62. وقبل جولي الاكس اسوي موازنه اما على المي او على الايثانول، فانا اسوي على الايثانول بالانس، فقلت هم الان يساوي الات، من اجي على الايثانول هنا 0.36 تنظر في الاف اللي هي 100 يساوي 0.85 تنظر في 37 زائد الاكس ينظر في الدبليو. اشوف هاي المعادله فقط مجهول بها اكس تنحل الاكس 0.067 هذا الويت فراكشن مال الإيثانول، طبعا المي هو واحد ناقص 0.067 يطلع 0.933، يعني انحلت المسألة. إذا الشيء الجديد مثل ما قلنا هو توحيد اليونت مال المعلومات بهذا. خلينا نجي إلى إكزامبل 10 ونشوف شنو الجديد بيه. خلينا ندرس المسألة زين. يقول هايدريتد كبر سلفيت، هايدريتد كبر سلفيت معناها كبريتات النحاس اللي بيها هايدريتد، يعني تحتوي على مي، جزيئات مي، يعني هي مو مسحوق جاف هاي كبريتات النحاس، وانما هايدريتد يعني لازقه بالجزيئات مالتها، اصلا اكو محتوى مائي. وقال لنا هو CuSO4 دوت يعني نقطه 10 H2SO4، يعني كل جزيئه من هاي الباودر هسه عندك جرى وياها 10 جزيئات مي، فهي هايدريتد. از درايد يعني نجففها، يعني نقلل من المي مالتها درجه التميع مالتها. يعني از درايد ان اتري دراير، جففناها في دراير، نزلنا الى CuSO4 3H2O، يعني اوكي قللنا نسبه المي كانت 10 صارت 3، هاي يعني العشرة رقم، يعني معناه هي هاي الجزيئات هي يعني لازقة يعني بالمسحوق، هاي شايف من مسحوق رطب يعني. المهم the quantity of input cover يعني الكمية اللي داخلة من الهايدريتد كبر هايدريتد is 4080 كيلوغرام، الكمية اللي داخلة طبعا هي راح تدخل ودراير ويجفف الماء، يعني الحراره راح تبخر الماء، فاكيد انها يطلع بيور ووتر. شوف بيور ووتر او ووتر اونلي، يعني لازم نعرف انه هنا فقط ماء 100% ماء، لا يوجد سي او اس او 4 هنا، لانه هو بخار ماء ماس ماجر، فهو يكتب اما بيور ووتر او بيور او ووتر اونلي، والكميه مجهوله. كالكوليت كوانتيتي اوف ووتر ريموت، هو يقول لك احسب لي هاي الكميه الموجوده هنا جدا تتردد مي، تنزلتها من CuSO4 10 H2O إلى CuSO4 3 H2O. طبعا الكمية B مجهولة، يعني إحنا من نجي عندنا مجهولين وعندنا مركبين المي وال CuSO4، فا أوكي ما يعني مثل موضوع بيسز مالنا حق. طبعا قبل ما نجي نحل المساله شيء بيسز مالي حق اخذ نعطي كميه الفيل هنا، هي المساله بسيطه يعني مجهولين دبليو والبي وهي مادتين مي وسي او اس اوف، بس شنو هسه الشيء الجديد الكومبوزيشن بهاي الطريقه مال المساحيق المبلله ما يعطيك اياها دايركت كف ويت فراكشن، يعني لو معطيني سويت فراكشن ايش قد حلو قبل اوفر اول وحده من ذني لو ما يدوي اطلع قبل وخلاص صح الا طالع دل، بس هو شوف هسه ايش سوى، ما يعطيك اياها انه طريقه الويت فراكشن، اعطاك اياها بطريقه انه قال لك هاي الجزيئات هنا او المصاحب المي المصاحب الى 10، يعني كل جزئيه من سيو اس اوف 10 جزيئات مي، بينما هناك المصاحب الى 3، احنا هاي الصيغه راح نحولها الى ويت فراكشن، هذا كل جديد بهذا السؤال. هاي الصيغه ننتقل من هاي الصيغه الى صيغه الويت فراكشن، ف
فإذا انتقلنا إلى صيغة الويت فراكشن، حولنا ذني إلى الويت فراكشن، تصبح المسألة عادية سهلة ما بيش يعني. هسه شو نحولها؟ الطريقة حتى طلع الويت فراكشن ناتج قد للCO2 وللماء، أول شيء طلع الوزن الجزيئي مال هذا المركب كله هو والماء. عادي على أعطيك أوزان ذرية أو أعطيك الوزن الجزيئي مثلا مال CO2 160 ومال ماء 18 ونجي من أجي طلع الوزن الجزيئي الكلي. CO2 الوزن الجزيئي مالته 160 زائد 10 ب 18 10 زائد 8، فالوزن الجزيئي كله ايش قد طلع؟ 340 مال هذا. فشلون اطلع الويت فراكشن؟ اجي اقول الوزن الجزيئي مال هذا على الوزن الجزيئي الكلي، فمال CO4 هو 160 الوزن الجزيئي الكلي 340 فيطلع 0.47 اذا 47% هو CO4. طبعا مالت المي بما انه ثنائي بس واحد ناقص 0.47 0.53. إذن هنا علمت حولنا هاي الصيغة إلى صيغة الويت فراكشن، طلع عندنا COSO4 هو 0.47 والمي طلع 0.53. نفس الطريقة انتقل لهنا، هم حولين إلى فراكشن. شلون حولين إلى فراكشن؟ أطلع الوزن الجزيئي كلي زين، نفس الطريقة انه اقول 160 زائد 3 في 18 وبعدين اجي اقسم الوزن الجزيئي فقط مع CO4 على الوزن الجزيئي الكلي يطلع الويت فراكشن مع CO4 وما المي هو واحد ناقص هذا يطلع. اذا بهذه الطريقة اللي هسه حكينا 214 CO4 قسم 160 على 214.747 والمي اكيد واحد ناقص 0.747 يطلع 0.25. اذا بنرجع هسه من جديد للمساله نحط المعلومات اللي حصلنا. اشوف حطينا اشوف هسه المره شوف الصيغه حولناها الى ويت فراكشن صارت اسهل. COSO4 والH2O حولناها الى ويت فراكشن كذلك هنا ويت فراكشن. هسه لو نيجي على المساله نريد نحللها سو ايزي، شنو المجهول؟ ال بي والدبليو زين. الموازنة تعطيني كم معادلة؟ تعطيني اثنين لأن أنا عندي مادتين فأكيد اثنين. زين اثنين مجهولين ينحل خلاص. Overall نقول ال F تساوي W زائد B هاي أول معادلة، وأسوي على واحدة من عندهم. طبعا يفضل هنا بما أنه ما ظهر يعني يفضل أسوي موازنة على المادة التي تظهر في أقل عدد من الستريمات. طبعا ال COSO4 ما يظهر لنا فيفضل أسوي موازنة على COSO4 حتى الدبليو ما يظهر بالمعادله مالتي. فسويت COSO4 طبعا انت مو خطا تسوي على المي هم صحيح نفس الناتج 0.47 في F يساوي نرسا 0.747 في B والF موجود. فشوف هاي المعادله مسويتها رسا طلعت لي B، نرجع هنا عوض رسا طلع لي الدبليو يعني رياضيا بصير اسهل. فان طلعت كمية الماء هي 1513 كيلو، هاي هي كمية الماء اللي انزالت بالدرايف. طبعا اكيد لو واحد نسأل سؤال لو اريد يشيك الحسابات مالته صحيح وين يروح يسوي موازنة على من على ما اخذه، يروح يسوي على المي. ما اخذنا المي، خلنا اوفر اول سيو سفور عفنا المي. فإذا أردت تشيك إنه هاي الحسابات صح لازم راح تشيك على المي. الان يساوي نل اوت، إذا طلع ان يساوي نل المي معناها شغلي صحيح خلاص، حساباتي رياضيا وكلها صحيحة. نيجي لأكزامبل 11 نشوف الفكرة مالته شنو. يقول مكسشر اوف إيثانول ميثانول and water يعني ثلاث مركبات ميثانول إيثانول وواتر is separated by a distillation unit. إذا هم عندنا distillation unit وهاي عندنا ثلاث مركبات into two streams as shown in figure below. فصلناها الفيد فصلا إلى WP.
Calculate the quantity of string W and its composition. طبعا ال W مجهول كله مجهول. ف W كمية مجهولة ال X ال composition ما تنزل عن X1 و X2 يعني عدد المجاعيل هنا ثلاثة هذا W X1 و X2 طبعا X3 ما نعتبر مجهول لأن إذا طلعت X1 و X2 هي X3 تطلع واحد ناقص مجموع دولة. نجي على الموضوع المسألة أنا حثير الأسئلة هنا أنا دبوا على المسألة المسألة يبدو هي ما بيها شيء ليش عدد المجاهيل ثلاثة ومعادلة الموازات هم ثلاثة يعني عندي ثلاث مركبات فهاي خلص نحل ستريت فورورد هذا ينحل قبل ما عندي مشكلة أسوي أوفرول أسوي على الإيثانول سوي على الميثانول أو الماء ويطلع بس أنا سؤالنا ما ثبتت أنه هل هاي النسب وزنية أم مولية وإحنا حتى أكد على ملاحظة ذكرناها سابقا بما أنه لكو طبعا ديستيليشن كل اللي يطلعون منه هو لكويد يعني يدخل ديستيليشن هاي جهاز ديستيليشن يطلع لكويد ويطلعون لكويد شوف بما أن الليكويد وما ذكرت نوع النسب إذن هي حتما شنو حتما النسب المعطاتي هي شنو هي ويت يعني قلنا بالصلد والليكويد إذا لم تذكر نوع النسبة أو الفراكشن يأخذ شنو ويت بالغازات يأخذ مول هذا في حالة عدم التخصيص يعني ما ذكر لي ما حدد لي فإذن إذا مسألة عرفت ويت هو مسألة بسيطة ما في شيء يعني حن البيسز مالي حق اخذ ليش لان مطيني 100 اعتبره هو بيسز التايم طبعا هو اور انا ثبتت اور فالاحب دي اوفر اول ماس ماس اف يساوي دبليو زائد ام بي فشنو اول ما سويت الموازنه ما قطعت الدبليو وسويت على الاي تي او اتش انه الداخل بوينت 5 في اف هذا الايثانول الداخل طالع من فوق X1 في W من جو بوينت 8 في 60 من الطبق تطلع على X1 X1 طلعت 0.05 أسوي على الوتر اللي داخل 0.4 في F وطلع من فوق X2 في W من جو بوينت 0.05 في 60 طلعت قيمة X2 طلعت 0.925 الثالثة ما كنت داعي أسوي لها بالانس لأنه هي تحصيل حاصل من مجموع الفراكشن واحد فيطلع مالتي الميثانول هو بوينت او تو يعني الموضوع سهل ما يراد اي نجي الى اكزامبل 12 هسه لحد هنا اكو احد من الطلاب اذا عنده اسئله لحد هسه من بدايه المحاضره حتى لن نسترسل ونرجع لورا إذا أحد عنده سؤال خلي يرفع إيده ويتكلم إذا أحد عنده سؤال في نقطة ما فهمها أو إذا هي مفهومة يعني يقول مفهومة حتى نفتهم لا ست سؤال أكو من يسأل أحد رافع إيده ما موجود يعني الطلاب مفهوم لحد أدى ذكره أي نعم مفهوم نعم دكتور يعني ماكو اشكال نعم دكتور هاي مات ال سي او اس او 4 10 اتش 2 او ما عندكم مشكله بيه شو طلعنا الويت فراكشن مالته اوكي هسه اذا ماكو سؤال وكله مفهوم ننتقل إلى اكزامبل 12 خلينا ندرسه ونشوف شنو الجديد بهذا الاكزامبل يقول a continuous distillation column هذا برج تقطير has been used to separate acetic acid water and benzene for each from each other حتى يفصلن لأني طلعن بنسب أخرى As shown in figure below, calculate the benzene flow in the feed in kilogram per hour. إيش قد أكو بنزين هنا ده يدخل بالفيد. علما إنه هو طبعا فيد
بنجي في متكون من بنزين وعندنا اكي وصلشن محلول مائي. محلول مائي من يتكون من 80% استيك اسيد و 20% مي. يعني دني يكون المحلول مائي، فهو الفيد يتكون من مادتين البنزين والمحلول المائي. بس المحلول المائي بحد ذاته هم يتكون من مادتين اللي هو الحامض 80% يشكل والمي يشكل 20%. اوكي، اذا دخلناه الى برج تخطيط طلع من فوق الدبليو. الدبليو اللي طلع من فوق هو مطينا النسب الوزنيه مالته اللي هو 10.9% HAC وعندنا 21.7 H2O وعندنا 67.4 بنزين. هذا من فوق يعني النسب الوزنية موجودة. الجو فقط دا يقول خارج عندي ال P اللي هو ال HAC اللي هو 350 كيلوغرام بير أور. ال P 350، هذا كل الموجود بالمسألة. يقول لك هو حسب لي كمية البنزين الداخل. أوكي، خلينا نحل المسألة. طبعاً بيسز، أول أبدي بنقطة البيسز، هل أخذ بيسز أم لا؟ ما أقدر أخذ بيسز لأنه هنا ذكرت كمية البي، ما أقدر أخذ بيسز. أوكي، هنا ما عندي مشكلة. هنا مجهول واحد عندي اللي هو من هو دبليو. هنا الاف هم مجهول، عسر مجهولين، وعندي كمبوزيشن اكس 1 واكس 2 يعني واحد منهم اكس 1، فصار عدد المجاهيل ثلاثه دبليو والفيد واكس 1. يعني الفيد يتكون من بنزين واكيو سوليوشن. انا راح ارمز للبنزين اكس 1 كويت فراكشن، واكيو سوليوشن اكيد اكس 2 اللي هو يساوي 1 ناقص اكس 1. يعني عدد المجاهيل الموجودة بالمسألة هي ثلاثة دبليو والاف والاكس 1. المجموع المركبات الموجودة هم ثلاثة بنزين ومي واستيك اسيد. يعني المسألة ما بيها تعقيد ولا محايلة، ثلاث مجاهيل بثري اناونس خلاص. إذا أسوي الموازنات مالتي تطلع، أكيد تطلع المجاهيل ما دام عدد المجاهيل بقدر عدد المركبات تطلع. شنو الجديد؟ إذا تتذكرون مرة هم شرحت لكم في بعض الأحيان بعض الستريمات هي sub divided يعني بالفراكشنز اللي هي إحنا جبناكم يمدني. أنا إذا فرضت هذا X1 هذا حيصير X2. فلو أنا أريد جديد هذا كمول فرق كويت فراكشن X2، فلو انا بدي اسوي على المي لازم شو اقول؟ من اقول ايش قد الويت فراكشن مال المي 0.2 في x2، او اذا اسوي على استيك اسيد 0.8 في x2. يلا يطلع الويت فراكشن مالته، هذا يسموه التجزيء الضمني بالسترين. على هاي هو كل المساله جايه على هذا الموضوع حتى تعرف شلون انت بنسوي الموازنه شح شلون ال 0.8 وال 0.2 بالنسبه للx2 المجهول. إذن الناس قلنا ورا ما طبعا بيس مالي حق اخذ اخذت الرقم المطنيه على بي 350 والتايم اخذته 1 اور. وبالبدايه خلي ارمز اذا اكو مجاهيل ارمزها. هنا عندي مثلا قلنا الفيد يتكون من مادتين اكيو سوليوشن وبنزين. الاكيو سوليوشن سميته اكس 1 والبنزين اكس 2. بس الاكيو سوليوشن بحد ذاته من يتكون من 80% استيك اسيد و 20% واتر. وقلنا اذا هذا طلع الفراكشن مال دول لازم كل وحده من دول ينضرب بيش بالاكسون. هو هاي المساله المهم. يعني ممكن هسه ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل. ف اوفر اول ماس بالانس اف يساوي دبليو زائد ام بي، هاي اول معادله سويتها. والبي هي 350 فبيها مجهولين، هاي اول معادله. المعادلة الثانية مثلا حختار جزء البنزين او اختار الاستيك اسيد. اختارينا الاستيك اسيد ماتيريال.
وإذا الواحد طبعا ياخذ ال إذا الواحد ياخذ البنزين والوتر يوم مضى علينا المهم أخذنا الأستيك أسيد بس إحنا أريد أعلمكم ليش الأستيك والوتر أخذتهم حقيقة ليش بس هذا الظني يعني هاي عندي هاي هسا بالفيد مثلا أنا أخذت عليه من هسا أخذت على الأستيك أسيد من يجي على الأستيك أسيد بالداخل ما الأستيك شو أقول أقول 0.8 في X1 هذا الفراكشن ماله في الأف بالكمية إذا 0.8 في X1 في F هذا 0.8 في X1 هو الماس فراكشن أو الويت فراكشن مال من مال الأسف بالفي طبعا بالداخل اللي هو الدبلي وان كان مفروض أجيب الرسم نوع العفو هذا أجيبه فالداخل مال الأسف أسد هنا 0.109 في W وهنا 350 إذا هذا الموازنة مال نجي على الوتر الوتر نفس الشيء ال N هو 0.2X1 اللي هو مثل الويت فراكشن مال المي في ال F كمية يساوي بالطالع فوق 0.217 في W خدت المي اوكي هسه صار عندنا ثلاث معادلات والثلاث مجاهيل اللي هي الدبليو والاف والاكس 1 اروح احلهن سيمتينيسلي او احل المعادله الثانيه ورا ما احلها يطلع قيمه اف ودبليو واكس 1 طلع عندي طبعا ورا ما اطلعهن الاكس 2 هو 1 ناقص اكس 1 تطلع الويت فراكشن مال البنزين اللي هي 0.384 هو ايش قال لي؟ قال لي ما هي كمية البنزين بالداخل؟ كمية البنزين اللي داخل تمثل لي X2 في F X2 في F then X2 في F 0.384 في 111.23 هذا هو كمية البنزين كان سؤال يسألني على هذا إذن بس جبناكم يمدني 0.8X1 و0.2X1 اللي هذا مثل الويت فراكشن مال الأستيك وهذا الويت فراكشن مال هذا تقسيم ثانوي sub divided وخذناه مسبقا في محاضرة هيئناكم إلى في محاضرة سابقة هيئناكم إلى زين فالمسألة عاد تنحل بس عندي بالنسبة للمعادلات الآنية ذكرنا أنه تقوون نفسكم بها المعادلات الآنية بعد ذلك قلنا اكو برنامج موجود هو بالموبايل تقدر تتموت يعني تعتمد بالحل لان انت ما يمرنك على حل المعادله والسرعه وكذا بس تقدر تشيك من ما يطلع لك الجواب هل انت حل المعادلات بشكل صح ام خطا اللي هو فوتوماث فوتوماث ان شاء الله يعني 6 ساعات تنزل لكم الايكون مالته ويفضل تنزله هذا مجرد تكتب بخط واضح طبعا خط واضح تكتب المتغيرات مالتك المعادلات سواء 2 أو 3 أو 4 معادلات بس تكتبها بخط واضح وهي صورة تمرر عليه تطق صورة للكتابة مالتك ويحل لك المعادلات الآنية أنا حقيقة حتى استخدم للتشيك يعني أشيك إنه حل المعادلات صحيح لو لا مثل ما أنا مطلعها لو لا لأنه كل واحد يخطأ جزء حل معادلات ضرب جمع قسمة وتبقى لكم تفيدكم لأنه وعدكم بالبداية شيء يكون تفيدكم كتشيك وليس ك يعني ما إحنا ما مسموح لك تطبوا بالموبايل حتى تحل أكو بعض الحاسبات تحل بس تحل لينير يعني ما تحل هيك شكل من المعادلات لينير يعني يكون جول واحد في كل حد الحاصل ما يجوز أسألك كالكوليتر هم تحليتي ما يجوز أكيد المهم هذا موضوع رياضي يعني بحد ذاته أكو شيء ما حد افتهمه بهذا السؤال طلاب إذا ما افتهمون قولوني على مود لن استرسل بالأمثلة وانتو أكو أشياء ما فاهمين أكو حد ما افتهم شيء هنا بهذا المثال لو واضح ها طلاب
شو بدك تكتبون بالتعليقات شيء؟ لا دكتور ما حد يكتب. دكتور واضح واضح افتهمنا. ها اوكي هذا واضح ما حد يكتب. خلينا نجي لأكزامبل 13. Will you want to prepare 1000 pound of acid solution؟ اللي يحضر 1000 pound من محلول حامضي، هذا اللي يحضر، اللي يحضر هاي الكمية 1000 pound محلول حامضي يتكون من H2SO4 40% HNO3 25% و H2O 35%، هذا اللي يحضره. Whose composition 40% H2SO4 HNO3 25% HNO3 و 35% water. By blending، blending يعني mixing، مزج. By blending three streams. By blending three streams يعني إذا مزجت ثلاث ستريمات تيارات A و B و C، إذا مزجها كل ما بكمبوزيشن محدد. نعم طيب الكمبوزيشن. يعني الـ A مثلاً الكمبوزيشن مالته 60% H2SO4 10% HNO3 30% H2O و 40% H2SO4 و 60% H2O. و C HNO3 H2O. زين يعني فإذا نريد يمزجن ويطلع هذا. أول شيء نحلل المسألة خلينا نشوف يعني نطلع قبل ستريت فورورد مثلا لو بيها شيء. أول شيء أفحص البيسز ما لي حق أخذ بيسز لأنه ألف باون موجود هنا خلاص هاي أول شيء ما لي حق خلاص خلي أشوف المجاهيل. نجي على الستريم الأول الأي مجهول كمبوزيشن معلوم، الثاني البي مجهول كمبوزيشن معلوم، الثالث السي مجهول كمبوزيشن معلوم، الرابع كله معلوم. إذن عدد المجاهيل ثلاثة. هو الموضوع كله ثلاث مركبات يعني ثلاث موازنات، عندي ثلاث موازنات معادلات موازنة وثلاث مجاهيل ستريت فورورد يطلع عادي نحل السؤال ما عندي أي مشكلة. بس يمكن أنبهك النقطة هاني هنا عادي يعني هو مثلا تحت تأكيد الأوفر أول كنا نحبها ونختارها راح نقول A زائد B زائد C ساعدنا B، هاي أول واحدة. أجي على الكمبونت، الكمبونت حاول يبقى لك التشين اثنين بعد معادلتين اتخذت الأوفرور. يفضل يفضل طبعا انه اسوي على سوفر وشنو ثري، ليش؟ لان ما يطالع بكلهن فمن احط يعني كل التيارات راح تكون موجوده. بس من اسوي مثلا على اس 2 او 4 السي ما يظهر بالموازنه لان ما بي اس 2 سوفر، من اسوي على شنو ثري البي ما يظهر بالمعادله لان ما بي يعني شنو ثري وهكذا. فيفضل استبعد المي، لكن مو مشكله اذا تاخذ المي، احنا قلنا هذا على مود حل المعادلات. اذا الموضوع ما بي السؤال بسيط سو ايزي جاست ستريت فورورد امشي روح بفالك يعني كل شيء ماكو. الاوفر اول هاي اول معادله اي زائد بي زائد بي الاس اس او 4 ام الداخل 0.6 اي وهناك التيار. شوف واحدة من التيارات ما بيها اس او 4 ماكو من نملت زين. طبعا احنا اكو غلط ماكو ماكو دبليو اكو بي سوري هذا بس هذا بي بي 0.4 هذا بي وليس دبليو هنا انا بس هذا الدبليو سو انا حصحح بالباور بوينت يمي بس هو ما عندنا دبليو عندنا بي. نشوف هنا من سوينا على اس او 4 الاي والبي ظهروا والسي ما ظهر هو الحمد لله انه ما ظهر زين. والاي والسي هنا أنا من نسوي على سينو 3 الاي والسي ما يظهر البي ما يظهر الاي والسي يظهر البي ما يظهر. فهالمعادلات هسه لو تحطها بهذا البرنامج او انت طبعا لازم تحلها بيدك بالتعويض تتدرب بيدك وبعدين تشيك نتائج ولا ما تطلعها لان انت راح تخطئ ديفينتلي تخطئ بعدك ايدك ما ماخذها على الحال تخطئ عندي اقول لك جرب راح تخطئ. بس من تخطئ
ليش ما طلعت نفس النماذج؟ روح جرب بهذا البرنامج وشوف انه هل انت بتطلع القيم بالحل المعادلات صحيح له ولا لا. وتشيك النماذج. اوكي راح تطلع النماذج هاي وبيسطرها مثل ما هن. بس اريدكم تدربون عليه. احنا راح نتوقف لهنا يعني ما نثقل عليكم. هذا مثال ان شاء الله. ان شاء الله غدا نستكمل. يعني عندنا بعض الملاحظات القويه على برج الامتصاص. هي مو صعبه بس نوضحها لكم حتى ناخذها بهدوء تفهمون زين. بس انا طلاب يعني اليوم انا صلحت الهوم وركات. انتوا كلكم ماخذين درجات كامله ويمكن نعرض ست اسراء. عرضتوا توزيع الدرجات على الطلاب مال الجدول مال توزيع الدرجات الجديد؟ لا لانه الجديد لا ده انتظر يعني المفروض اليوم يسلمون الشيتات الست يسر وتصلحها فقلنا ننزلها وياه ويا الدرجات مال الشيتات. يعني باكر الشيتات تسلم. هو اليوم دكتور سلمناها اليوم. احنا طلاب خلينا نكون وياكم واضحين.